نوصلوا حتى ل11 غير با وقايتش نمشيو نتفقدوا قضيتنا شنيا حوير قفتنا. مرحبا بكم معنا في المرشي مع محمد علي دكدوق. اليوم الصباح من المنستير عودنا بالافاريات في ولد البحر، وانا قلت نشوفوا في هكا تصاور من المستير، فما شكون حتى يبيع على دينار هكا. اي نعم فما منه فما منه هذايا، شفت البلاك هذه في المستير تحديدا. هل موجود موضوع هذا مع ولد البحر اليوم؟ العمليه موجود منها والا لا في سبارس وغيره؟ نمشيو بكم للمنستير في مارشي نتاعنا. مرحبا بكم معنا ويكاند على الكيف على ديوان اف ام. في المارشي صباح النور محمد علي. صباح النور هيثم، مرحبا بك، مرحبا بالسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا على اذاعه الديوان. تقريبا كما قلت احنا موجودين في مارشي المستير باش نعملوا جوله بالسادة المستمعين على أبرز الأسعار اللي لقيناها من خلال الخضر، الغلال، اللحوم البيضاء والحمراء، وخاصة الأسماك. أكيد كي نقولوا مارشي المستير باش نحكيو على الحوت وعلى الأسماك وعلى النوعية الممتازة وكيف كيف على الأسعار الممتازة. على كل ملاحظة الأولى اللي نسوقها للسادة المستمعين، كونه ثم انخفاض على مستوى الأسعار برابور على أول رمضان، لكن الانخفاض هدايا باقي لنجم نلاحظوه رغم الانخفاض اللي موجودة، اللي كونه باقي الأسعار غالية ما يش في متناول المواطن العادي وإلا الزوال. هذه أول ملاحظة انتقوها. على كل متوفر، كل شيء متوفر محمد علي؟ والله يشوف ما غنيتمش كل شيء متوفر، وفي فما معناه كي نشوف فما معناه الأسعار ما زالت طالعة شوية هيثة، معناه حتحكي بكري مع شوية مع الخسارة. مثلا يقولك ما فماش ما فماش سلعة، عليه ما فماش سلعة، قلت ما فماش مطر، ما فماش ماء باش الفلاح ينجم ينتج، فهمت؟ فما ما فماش الحقيقة، معناها المواد موجودة لكن الأسعار ماهيش ممتازة برشا، وتباعا نعطيك وتفهمني على الجزء. نبداو مع الخضر مثلا، نلقاو مثلا البطاطا من 1500 ل 2000، الطماطم من 1500 ل 2000، البصل من دينار ل 1500. السناريا من 1500 ل 2000، الفلفل الشعباني والحلو من 3500 حتى 4200، الفلفل البقلوطي بين 5 دينارات و 6 دينارات، الفخوص الحقيقه رخص بارابور للاسبوع الفارس ولا بين 4000 و 6000 لكن مازال غالي. الباذنجان من 2000 ل 2500، القراع بالطوزينه من 1200 ل 1700، القراع الاحمر من 2000 ل 2500، نلقاو البروكلو ب 2250 الكيلو، الكرنب الاخضر من 500 ل 800 الكيلو، الكرنب الاحمر من دينار ل 1400 الكيلو، الفول بين 2000 ل 2500، الشمبانه من 3500 حتى ل 4 دينارات، بالنسبه للقارص من 4500 حتى ل 5300، البتراف من 3200 حتى ل 4 دينارات و200، السلطه خاصة نلقاو الكعبه من دينار حتى ل 1300، بالنسبه للفروس نلقاو من 1500 ل 2000، السلق ومعدنوس بين 400 و500، والكلاسيك نلقاو ربطة الكلاسيك 700 ملي. هذا بالنسبة للخضرة. نحكيو على الغلة بالطبيعة، كي نقولوا الغلة البنان والتفاح ماهوش موجود هيفا، خلي هذه الملاحظة الأولى ننطقوها. شنو التفاح؟ التفاح ماهوش موجود، نعرف كمان فما ماهوش موجود. التفاح الموجود مثلا لقيت مثلا تفاح ب 3400 من 3 دينارات و 4500، ماهوش ممتاز. مش حاجة معناها اصلا ما باش واحد من تاع 3000 مثلا خاص رايه ما يتلوش العباد. اي ما يتباعش معناها، تقول انت لا تدخلوا لدارك لا تدخلوا عليها افتك اللي يهز زير شكون تهز معاك في يدك. كان من نوع هذايا نورمالمون فضله معناها. حتى تاع 4500 ماهوش الحقيقه ماهوش تفاح ممتاز معناها. خلينا نكونوا واضحين، بالنسبه للبنان ماهوش موجود. جبنا في مصر قاضي يتباع على مستوى البياع نتاع الغلال اللي موجودين خارج السوق المركزيه، بما انه المراقبه الاقتصاديه تنقص بارابور للسوق المركزيه. وتعرف تو كاد اكيد المراقبين باش يكونوا اكثر موجودين في الاسواق، في الاسواق المركزيه باش يقوموا بعمليه المراقبه نتاعهم. دونك خلينا نعطيك فكره على الغله، الحقيقه اسعارها غاليه برشا. طمسون من 3 دينارات الشويش حتى ل 5200 الخشين. الليم الحلو من 3600 حتى ل 4800. الليم عصير من 1600 حتى ل 2500. الدقله من 6-7 دينارات الفريك، واللي في عرجونها نلقاوه من 9800 حتى ل 11 دينار و800. كما
كما قلت لك التفاح من 3 دينارات حتى ل 4 دينارات و 500 مش البياع الكل تلقى عندهم تفاح. لقيت الاناناس الكعبة اناناس ب 11 دينار و 800 ثم البطيخ هيفا الكيلو ب 5200 الفريز 7 دينارات الكيلو ومازال غالي برشا. الكيوي الكعبة ب 750 وتقريبا هذا شنو لقيت غلة في مارشي المسكي. نحكيه توا على اللحوم البيضاء. اللحوم البيضاء الدجاج الحي من 6.5 حتى 6.700 الدجاج المذبوح من 8.300 حتى 8.500 اسكالوب الدجاج من 13 دينار و 500 حتى 15 دينار اسكالوب زودان من 16 دينار حتى 16 دينار و 500 ستيك زودان من 13 دينار و 500 حتى 14 دينار كويس زودان من 9.500 حتى 10 دينارات وبالنسبة لكويس الدجاج نلقاه من 10.500 حتى 11 دينار. بالنسبة للعظم العظم نلقاه عظم مفتوح الحارة ب 1250 وبالطبيعة كي نقولوا عظم مفتوح الكعبة تبدأ جويدة. وبالنسبة للعظم الأخير نلقاه الحارة بين 1450 حتى 1480 ماشي مش شوية هذه ولا سلون الحجم معناها ما عادش التسعير صحيح. لا هو أصلاً معناه كما قلت لك شنو الحاجة مثلاً الفتوح 1250 حارة والأخشي 1480 1480 كل حد فاش يحب يبيع. بالنسبة للحوم الحمراء بالنسبة للهبر البقري من 31 ل 32 دينار المخلط من غير عظم ب 24 دينار المخلط بالعظم 16 دينار البرجيز بين 20 ل 25 دينار الكتلات من 31 32 دينار وبالنسبة للحمل على الوش الكيلو من 39 حتى 40 دينار. توا خلينا نحكي على ولد البحر وانت كنت في أول المداخلة متاعنا هيفا حكيت كونه ثم حكيت كونه قيد أسعار متاع دينار موجودة أسعار متاع 1400 و 1500 واللي هو السردينة الحقيقة السردينة فرشكة وممتازة الكيلو اليوم في مارشي المسير متاع السردينة ماشي خشينا برشا باش نبداو واضحين مع السادة المستمعين لكنها ممتازة وفرشكة ب 1500 الكيلو والحقيقة أغلب العباد اللي ريتها قاعدة سخبي قاعدة تشري في السردين نلقاو زادة الكيلو ب 2800 أخشن شوية الصبارف اللي كانت تتباع ب 6000 و7000 في الأول رمضان الصبارف اللي كانت تتباع ب 6 و7 دينارات نلقاوها اليوم في مارش المسير من 2000 حتى 5000 أنت والحجم بتاع كعبة الصبارف. بالنسبة للشورو نلقاو من 2000 ل 6800 الكيلو المرجان من 12 دينار حتى ل 15 دينار التن نلقاوه ب 24 دينار و 800 الكيلو ثم المرلون من 4800 حتى ل 12 دينار و 800 ثم الغزال والا البيس والا التمبرلي كل حد من السادة المستمعين كيفاش يعرف الاسم نتاعو هاك عطيتكم ثلاثة اسامي غزال بيس والا التمبرلي نلقاو شوية يتباع بالكعبة الكعبة فيها هذه اللي تباع مثلا لقيت زوز كعبات ب 10000 كعبة فيها 750 جرام معناها تقريبا كيلو كيلو 300 تلقاهم ب 10000 طن لغزال كعبة فيها تقريبا كيلو بين 6000 و 7000 وكله فرش نلقاو لغزال بونكتا يتباع بالكيلو هذا بين 10800 حتى 11 دينار و800 السكومبري ب 12 دينار و800 المشل لقيته ب 10 دينارات ثم الليج ولا الغراب لقيته ب 18 دينار و800 الشوادي من 23 دينار ل 24 دينار القرميط الشويد اللي تلقاها اقل مرطل للكعبه تلقاها ب 25 دينار بالنسبه للقرميط الخشينه تلقاها فوق الكيلو تلقاها من 27 دينار حتى ل 34 دينار البوكا من 5000 حتى 6800 وراتا مربيه من 16 دينار و800 ولقيتها ب 15 دينار و800 الخروص المربي بين 18 دينار و800 و22 دينار و800 الحصيره من 18 دينار و800 الحلوفه لقيتها ب 24 دينار و800 الدنتيخ ب 48 دينار و500 كلب البحر من 22 دينار و800 حتى 48 دينار و800 لقيت التريليا التريليا الحمراء بالطبيعة من 26 دينار المتوسطة والخشينة 46 دينار الشوفريت 11 دينار و800 شويدة
شوف ريت المتوسطة من 28 دينار حتى ل 30 دينار و 8 ريال. ونكملوا مع البناني هيفا البناني فونتراش لقيته ب 68 دينار و 80 ريال تقريبا. وقفنا من أقل سعر حتى الأغلى سعر تقريبا أبار السردينة ثم شوية سبارس الشورو كيف كيف ثم شوية نحكيه على البرلو الباقي كل أسعار غالية برشة ما هيش في المقدرة الشرائية بتاع المواطن. كما قلت لك من الأول صحيح ثم انخفاض على مستوى الأسعار وعطيتكم بعض المقارنات على بعض المواد لكن البرشي مازال غالي وهذا بالتأكيد من الباعة بيدهم اللي يقول لك راهو الأسعار مازالت غالية على المواطن ومازالت ماهيش في المقدرة الشرائية متاعه. واضح. شكرا لك محمد علي دكدوك، تحياتي لك ولكل من يسمعنا من المنستير. بارك الله خيرات البحر ليامات يعطي في ما شاء الله معناها احسن ما ثم وتشوف حتى الناس اللي تصطاد وكل يقول لك لقيت هذايا تبارك الله خير ربي من البحر. شكرا لك وتحياتنا زاد لاخوتنا البحر اللي يسمعوا فينا. قال كريم البحر مضطرب في الشمال. خليكم معنا، رجعين معكم ويكاند على الكيف حتى للنص نهار.